تشارك مملكة البحرين دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام. يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على تقدير جهود المعلمين والاحتفاء بهم. وبهذه المناسبة تجدد مملكة البحرين فخرها وتقديرها للرسالة النبيلة لكوادرها التعليمية والتربوية وجهودهم المخلصة في استدامة الخدمات التعليمية. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، عبارة ثابتة على مر الأزمنة تؤكد دور المعلم الهام في حياة الأفراد، فالمعلم هو مربي أجيال الغد. لو لم أكن ملكا لكنت معلما، هذه مقولة مشهورة قالها الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله في المعلم. اليوم بالنيابة عني وعن أسرة مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات أهنئ جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. حب أوجه كلمة شكر حق كل معلم ومعلمة، أنتوا فضلكم عظيم وبعطائكم انبنت الأجيال وانهضت الأمم. كل عام وأنتم السراج الذي ينير دروب هذا الجيل، يكفيكم فخرا وعزا بأن الله قد احتباكم ورسوله الكريم في قوله: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار. باليوم العالمي للمعلم، وأننا إذ نرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لمعلمينا الأعزاء، نقول شكرا لكل من علمني حرفا فتحت به مسلكا في حياتي، شكرا لكل من أنار لنا طريق الحياة علمنا كيف نمسك بالقلم. وفي هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفاء بالمعلمين، تحرص مملكة البحرين مشاركة دول العالم احتفاءها بمعلميها وتقديرا لهم على جهودهم وعطائهم. إلى من أعطوا وأجزلوا بعطائهم، إلى من ضحوا بوقتهم وجهدهم، إليكم يا من يقف التكريم حائزا عاجزا عن تكريمكم، إليكم منا كل الحب والود والوفاء. حابة أوجه كلمة شكر حق وزارة التربية والتعليم ومعلماتي الفضلات وأستاذة نعيمة جناحي. حبيت أوجه الحين تحية حق المديرة والمديرات المساعدات والمعلمات، طبعا مناسبة اليوم المعلم، معلمات اللي هم تعبوا علينا سنين ومديرات المساعدة. في الحقيقة هذا اليوم الجميع كان ينتظره، وأنا أشكر معلماتنا الذين بذلن جهودهن من أجلنا. أنا حبيت أوصل شكري حق المديرة الفاضلة نعيمة جناحي، وأوصل بعد شكري حق المعلمات اللي درسونا وتعبوا وما يوصلون المعلومات في مخنا، ويعني كل عام وانتم بخير معلمات. حب أوجه الشكر أكثر شيء معلمة الرياضيات، معلمة نهالة العباسي، لأنها أستاذة وايد يعني تعبت عشاننا، وكانت يعني وايد يعني كانت ودينا تعبت وايد عشاننا. مملكة البحرين زاخرة بالكوادر التعليمية المؤهلة، ها هي اليوم على أتم الاستعداد لتقديم أحدث الأساليب المبتكرة في التعليم، والذي يعد لبنة مهمة تضاف إلى المسيرة التعليمية في المملكة.